أيها الإخوة الكرام، كلمة قالها لويس التاسع ملك فرنسا، أنقلها لكم حرفيا. قال: لا يمكن الانتصار على المسلمين في الحرب، وإنما ننتصر عليهم باتباع ما يلي: إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، عدم تمكين البلاد الإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية في المنطقة، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية. هذا ما قاله لويس التاسع ملك فرنسا قبل 700 عام. أرأيت أنهم يخططون؟ وقيل: إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك تكن رقماً تافهاً. لذلك أيها الإخوة، في شيء آخر إيجابي، يعني الإنسان يذهب إلى أوروبا يجد الإنسان يعامل معاملة راقية جداً، بعكس ما يعاملون الشعوب في البلاد التي يستعمرونها. المعاملة تختلف، لو أنهم عاملوا الشعوب الأخرى كما يعاملون شعوبهم يستحقون الاحترام بأعلى درجة، أما لأنهم يعاملون شعوبهم معاملة تفوق حد الخيال ويسهمون في اضطهاد الشعوب وفي ابتزاز أموالهم ونهب ثرواتهم، فهذه المعاملة لا تدخل في القيم الأخلاقية، تدخل في القيم المصلحية. لذلك يقول المستورد القرشي رضي الله عنه قال عن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وإن لهم لخصالا أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا الحديث في صحيح مسلم. ما هذه الرؤية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فطبعاً أحياناً الإنسان بيسافر للغرب بيختل توازنه. لماذا يختل؟ يرى معاملة غير معقولة لشعوبهم فقط، قساة ظلام مجرمون في حق شعوب الأرض، لكن شعوبهم تعامل معاملة تفوق حد الخيال. كنت مرة بالدنمارك، يعني في واحد من بلدنا لكن معه جنسية دنماركية سافر إلى اسطنبول سياحة، يبدو صار معه حادث، اتصل بالسفارة، أخذوه على مستشفى، عالجوه معالجة تامة على حساب الحكومة، أعدوه بالطائرة ماشي الحال، أعطوه شيك ليعود لنزهته مرة ثانية، ما أتيح له أن يتابع هذه الرحلة. كنت في الدنمارك والأخ من أخواننا يعني سوري أساساً، هذا المعاملة. ها
هم قبضوا ثمنها. لماذا هم أقوياء؟ لذلك ابن تيمية يقول: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة، والدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. هذه حقيقة، والبطولة أن تعرف الحقيقة. ممكن الإنسان يفكر بأشياء ويتكلم أشياء تدغدغ مشاعره، وممكن يتكلم بكلام علمي، والحقيقة أن الموضوعية قيمة علمية وقيمة أخلاقية. فأنت عالم إذا كنت موضوعياً، وأنت أخلاقي إذا كنت موضوعياً. فلذلك لما نتعلم الموضوعية، أذكر مرة كنت في جامعة في لبنان، فكنت أستمع إلى مناقشة دكتورة، ورئيس الجامعة في لبنان من أصل فرنسي. هذا الطالب أثناء شرحه أو أثناء تقديمه ملخص لأطروحته، تكلم جملة، قال له قف، قال له: هذا تعميم، والتعميم من العمى. هذه الكلمة حفرت في أعماقي، لا تعمم، الإله ما عمم. قال: وإن من أهل الكتاب، إن من للتبعيض، ليسوا جميعا، بعضهم. فأنت كلما ارتقيت في سلم العلم ابتعدت عن التعميم، والتعميم من العمى. العوام يعني بيتهم مدينة بأكملها أنه أهل سيئين، هذا غلط. هذا فلذلك الحكم الموضوعي علم، والحكم الموضوعي أخلاق. فالنبي الكريم لأنه لا ينطق عن الهوى، كأنه المسلم بآخر الزمان في عنده مفارقة حادة، يرى الدول الكافرة التي آمنت بالدولار فقط. أنا أقول كل هالأخلاق هي، وكلامي دقيق، لا لأنهم يعبدون الله عز وجل أبداً، لأنهم يعبدون الدولار من دون الله. فالإنسان يعيش بإيمانه أو بذكائه أو بكليهما. فالإيمان يأمرك بالقيم الأخلاقية. يعني أنا بقول مثل دقيق: لو سلمنا معمل لإنسان يتمتع بأعلى درجات الإيمان، وراقبنا شهر تصرفاته، قراراته، مواقفه، وجبنا واحد معه إدارة أعمال، معه أعلى شهادة في إدارة الأعمال، وراقبنا شهر، نتفاجأ مفاجأة غريبة، أن الرجلين متشابهان في كل شيء. هذا مؤمن وذاك معه إدارة أعمال. لذلك قالوا: العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج، ويختلف عنه في البواعث. المؤمن كماله النابع من إيمانه ينفعه في الدنيا والآخرة، أما الذكي ينتفع بذكائه في الدنيا فقط، وما لهم في الآخرة من خلاق. فأنت لما تعمل عمل أخلاقي وعمل منضبط، وما في كلمة غلط بكلامك، ولا في قرش غلط كسبته، تكسب الدنيا والآخرة معا. أما الذكي في مدراء عامين عنده النزاهة كبيرة جدا، وما له علاقة بالدين إطلاقا، ولا بيفكر بالدين، بس ذكاؤه هذا إلى أن الاستقامة تكسبه سمعة طيبة ودخلاً كبيراً. هذا الفرق الغربي عن الشرق. الغرب ما دخل الدين بحسابه أبداً، إلا أنه أتقن عمله. يعني في قصص عن لمن يستورد عجيبة جداً. أنا بذكر مستوردين
بذور من هولندا، فالبذور ما انبتت الانبات المتوقع لها، هي اثوان، هي هجين، هي ثمنها 20 ضعف عن البذره العاديه. فاجى مندوب راسا الى على بلدنا واخذ البذور واستنبتها، في معه اجهزه معينه وعنده حاضنات، راسا بعث لك البذور وتعويض مباشره. هم يتعاملون بذكاء، ملكوا الارض. لذلك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، مما يقوله المفسرون حول هذه الآية أن الصالحين هنا لا تعني صلاح الدين إطلاقاً، تعني صلاح إدارة الأرض. فالدنيا ملك لمن يحسن إدارتها، الدنيا. لذلك يقول ابن تيمية: تصلح الدنيا، دققوا، بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإيمان والظلم. تصلح الدنيا بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإيمان والظلم. وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. هذا كلام خطير جدا. فالدنيا لها قانون والآخرة لها قدر. الدنيا تصلح بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإيمان والظلم، بينما الآخرة لا تصلح إلا للمؤمنين فقط، وما لهم في الآخرة من خلاق. فلذلك لما المؤمن، بدي أقول كلمة دقيقة، الكلمة الجامعة السوربون يمكن بناء من 500 عام، يمكن أقل جامعة بالأرض مبنية حديثاً أفخم من سوربون، أقل جامعة في الأرض بدولة نامية لا فيها مدرسين أكفاء ولا فيها مناهج قوية، بس بناء الجامعة حديث. بينما السوربون بناء من 500 عام، ومع ذلك تعد من كبرى الجامعات في الأرض. فالجامعة لا ببنائها ولا بمدرجاتها ولا بمخابرها، ولكن بأساتذتها. المستشفى قد يكون في أطباء كبار يحملون البورد وأخلاقيون، والبناء متداعي ويتعد أرقى مستشفى. وقد تدخل بمستشفى حديثة أحدث ما في الطب فيها، بس ما فيها أطباء متفوقون، ما لها قيمة. والجامع، وأنا أهنئكم والله على خطيبكم وإمامكم، والله هذا أن الجامع كمان بخطيبه وإمامه، مهما كان فخر الجامع، إذا كان في خطيب قطاع عام الدعوة انتهت بالجامع، ما في دعوة انتهت. فلذلك إخواننا الكرام، هذا يقول: إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة وأمنعهم من ظلم الملوك. فأنت بعد الحديث هذا وسافرت أوروبا ما تتفاجأ، ما بيختل توازنك أبدا. هذه الدنيا لمن يتقن إدارتها، تملك لمن يتقن إدارتها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والآخرة لمن يعمل لها. لكن البطولة أن تجمع بين الدنيا والآخرة. وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وماذا يمنع أن تكون نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة؟ ماذا يمنع أن تكون
نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة، يعني بحياته الدنيا استقام، بيته إسلامي، عمله إسلامي، دخله إسلامي، إنفاقه إسلامي، تربية أولاده إسلامية، بناته محجبات، ماذا يمنع أن تنتهي حياته إلى الجنة؟ معنى ذلك أن نعم الدنيا اتصلت بنعم الآخرة. وكل واحد منا، ولا أستثني واحد، وأنا منكم حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. واحدة واحدة، سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع وهو الله. أنت أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم وحكيم، وله تعليمات التشغيل والصيانة، يعني بالتعبير التجاري كتالوج، في معك كتالوج هو القرآن والسنة. فانطلاقا من حبك لذاتك، انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك، اتبع تعليمات الصانع. يعني أنت ماشي بالطريق، لوحة كتب عليها حقل الألغام ممنوع التجاوز بربك، هل تعتقد لثانية واحدة أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ في اللحظة التي تفهم فيها حدود الله ضماناً لسلامتك، أنت فقيه ورب الكعبة. الله ما حرم عليك شيء يسعدك أبداً، حرم عليك شيء يشقيك. شوف إنسان يعني يغض بصره يسعد بزوجته لحكمة أرادها الله عز وجل، وإنسان يتابع ببصره محاسن النساء علاقته بزوجته سيئة جداً. وأنا أقول لكل واحد يتمنى حياة زوجية سعيدة جداً جداً جداً، عليه بغض البصر. وغض البصر مو يعني جاي بحديث، أخي هذا الحديث ضعيف، جاي بآية قرآنية، آية الموضوع حيز في كتاب الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر من صفات المؤمن. فأخواننا الكرام، عمر واحد حنعيشه، وهي فرصة ذهبية لا تتكرر، فرصة ذهبية لسعادة أبدية. الواحد اقترب أجله وهو من أهل الجنة. بعرف شخص كان على فراش الموت، يقول لأولاده لك يا بابا ما تسلموا على عمكم، دول أحبابنا، تم يومين ثلاثة الملائكة اجوا بشكل أقربائه، هذا عمك وعمه ميت، هذا عمك لك قوم سلم عليه يا ابني. يعني المؤمن بيموت بأحلى حاله، هي علامة طيبة جدا. والبطولة أنه يختم لنا بخاتمة طيبة، كله ينتهي، يعني بيت واسع مؤقت. كل ما قرأت نعوة، نحن عندنا بالشام في نعوات تنصق على الجدران، أهم كلمة بالنعوة وسيشيع إلى مثواه الأخير، هي بسموها وصف للمقابل. إذا بيتك اللي أنت شاريه بالملايين وعمل له زينة جبصين وجايب صويات كله كريستال طبيعي وجايب البلاط من إيطاليا، هذا البيت بحسب النعوة مسوى مؤقت، صح الكلام؟ مسوى مؤقت، لا بد من مغادرة هذا البيت. بتفوت للبيت 78 سنة قائم، بس في مرة واحدة أفقي مو قائم، الخروج من البيت أفقي، كل ذكائك وبطولتك وعقلك ونجاحك وتوفيقك أن تعد لهذه الساعة، أنه من بيت 450 متر لقبر، من بيت في زوجة تروق لك
وبنات صبايا وأولاد شباب وأقرباء وولائم وسهرات ولقاءات وسفريات وسياحة إلى قبر. النقلة هي يعني أنا إلي قريبة بعمان توفيت، شيء مخيف. يعني القبر لو فكرنا فيه، والبطولة أن تكثر ذكر الموت خير. نعم، أكثروا ذكر هذه باللذات، وفرق الأحباب، وشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فيا أخوان، انطلاقاً من حرصنا على سلامتنا وعلى سعادتنا وعلى استمرارنا، يجب أن نتبع تعليمات الصانع، يجب أن نستقيم على أمر الله. يعني في مظاهر إسلامية صارخة بكل مكان، وين ما رحت تلاقي آية الكرسي وراء والضيوف والمصحف والسيارة. والله شيء جميل، أنا ما لا أنتقد ذلك إطلاقاً، بس ما بكفي، لا بد من اتباع. يا ترى دخلك حلال؟ في شروطها؟ الإنفاق حلال؟ الولائم حلال؟ كله مع بعض واحد. شوف هاي مرت أخوه، والله أحلى من مرته بكثير، الله عنه على قلبه واختار عليه. ألم بيصير؟ ألم بيصير؟ قاعدة النساء كلها بسهرة وحدك، كاسيات عاريات، ابن هذا سلفي، هذا الحمو الموت. النبي قال الحمو الموت، بس يكون في اختلاط في مشكلة كبيرة كثير، المشكلة بس يكون في تجاوزات، السعادة انفقدت. صفي، أذكر أنه راحوا صورتين على الساحل بالعيد، يعني هذا أعجب بزوجة صديقه، والصديق أعجب بزوجة صديقه، عندهم 6 أولاد و7 أولاد. بعد فترة اطلقوا، طلاق تم. يعني قصة في يعني من معارفي، يعني أسرتين طلقتا، اختلاط. لأنه الاختلاط عنده مخالفة كبيرة جدا، كبيرة جدا. نحن أهل، هي آية للمحليين، نحن أهل، لا تفرق العيلة، لا ما بصير، خلي النساء لحالهم والرجال لحالهم. الاختلاط سبب لمفاسد كبيرة جدا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة